بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. موضوع اليوم وخاص ويهم كل من يستخدم الكمبيوتر الشخصي او الايفونات. موضوع اليوم هو عن توقف ويندوز 7 نهائيا عن الكمبيوتر ودعم للكمبيوترات الشخصية، وايضا تطبيق واتساب الذي سوف يتوقف على الكثير من التليفونات. اذا كان الموضوع يهمك تابع الفيديو حتى النهاية. في البداية لا تبخل علينا بلايك شير، وأيضا إذا كنت أول مرة تشاهدنا فلا تنسى الضغط على الزر الأحمر الاشتراك أو سبسكرايب، اضغط على زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناة شرح زي التعليم. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد. والبداية، إذا كنت من مستخدمي نسخة ويندوز 7 فأنت مضطر الآن إلى توديعه، وذلك في يوم الثلاثاء 14 يناير 2020. المعروف أن العمل بويندوز 7 بدأ في 2009، وويندوز 8 الذي بدأ العمل به 2012 مجاني حتى عام 2023، ويبدأ سعر ويندوز 10 من $139 كنسخة منزلية. ولكن الآن تستعد مايكروسوفت لإنهاء الدعم الموسع لويندوز 7 بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاقه عام 2009، وهيحل محله نظام يسمى ويندوز فيستا. وتعني نهاية الدعم أنه لا يوجد المزيد من إصلاح الأخطاء أو التحديثات الأمنية للملايين الذين يستخدمون ويندوز 7 وما زالوا يستخدموه. وعلى الرغم من أن مايكروسوفت أطلقت ويندوز 8 ويندوز 10 في الأعوام اللي فاتت، فإن كثير من المستخدمين كانوا يرون أن ويندوز 7 هو الأفضل، لأن ويندوز 7 بيمتاز بأنه خفيف على بعض الأجهزة، وخاصة أجهزة الكمبيوتر التي ليس لديها إمكانيات عالية. ولكن ويندوز 8 ويندوز 10 بالأخص بيحتاج إلى كمبيوترات ذات إمكانيات عالية من ناحية الرامة ومن ناحية البروسيسور، والكثير ما زال يتمسك بويندوز 7 القديم. ولكن يعيبه الآن وبعد تخلي مايكروسوفت عنه أنه يكون مهدد وليس فيه نظام أمان كامل. الإحصائيات بتفيد أن حوالي 1.2 مليار يعمل بالنظام ويندوز في أنحاء العالم، بينهم مليار يعتمدون على ويندوز 10 والباقون يعملون أو يعتمدون على ويندوز 7. ده بيعني أن حوالي 200 مليون جهاز حاسب سيعملون قريبا بواسطة نظام تشغيل غير محمي بعد أن رفعت يدها مايكروسوفت عن ويندوز 7. تشير تقديرات أخرى أنه لا يزال أكثر من 440 مليون شخص يستخدمون ويندوز 7 في جميع أنحاء العالم، وغير المرجح إصلاح أي ثغرات أمنية جديدة. جرى استبدال الحاسب الشخصي في العديد من الدول ومن السيناريوهات إلى استخدام الهاتف الذكي أو اللوحي اللي هو الآيفون والآيباد والمساعدين الرقميين المتضمنين في أجهزة أخرى، كما أن المشكلة لا تتعلق بأجهزة الحاسب الشخصي بل في نظام التشغيل ويندوز ككل. ولذا لم يعد المنتج الرئيسي اللامع لشركة مايكروسوفت طبعا لم يكن أو لم يعد في سابق عهده من الظهور ومن التربع على عرش الأجهزة والنظام التشغيل. طبعا هناك الآن الكثير من الخيارات الأخرى قدامك، إما في الألواح الذكية والهواتف الذكية، وإما طبعا أن تستخدم الهواتف الأكثر رقيا أو كمبيوترات الأكثر إمكانيات حتى تستطيع استخدام ويندوز 8 وويندوز 10. تعد أجهزة الحاسب الشخصية طبعا الوقت في الوقت اللي احنا فيه ده اللي هي القابلة للطي والانفصال، طبعا هي السائدة وهي اللي هتغزو العالم في السنوات اللي جاية طبعا. لكن هذه الابتكارات لا تعني عودة الزخم لجهاز الحاسب الشخصي، بل أنها تشير إلى أنه سيكون للحاسب الشخصي تواجد لسنوات قادمة بغض النظر عن نظام التشغيل، لأنه لا يمكن الاستخدام أو الاستغناء عن الحاسب الشخصي الموجود في منازلنا. ويعني قرار شركة مايكروسوفت أن أجهزة الحاسب التي تستخدم ويندوز 7 ستكون معرضة
للفيروسات والقرصنة، ودي الحتة الخطيرة في ذلك الوقت أو بهذا القرار. يحتاج المستخدمون طبعا اللي بيرغبوا في حماية أجهزتهم وترقية أجهزتهم إلى استخدام ويندوز 10، وأيضا قد يحتاجون إلى استخدام أو شراء أجهزة جديدة، لأن في أجهزة كثيرة لا تستطيع أنها تشغل ويندوز 10 لأن نظام قديم، وأيضا إمكانياتها بتكون إمكانيات ضعيفة. الحل إيه بالنسبة لويندوز 10 والأجهزة اللي عن الناس اللي عندها أجهزة إمكانياتها ضعيفة؟ الحل إنك تستخدم بعض الويندوزات القديمة زي ويندوز إكسبلورا سيرفس باك 3، ولكن طبعا هيعيب هذا النظام أو هذه الويندوزات أو هذا نظام التشغيل بيعيبه طبعا إن هو لا يشغل كثير من البرامج، وأيضا لا تعتمد عليه في تشغيل كثير من الألعاب طبعا. فإما إنك تحدث جهازك وتشتري جهاز جديد تنزل عليه ويندوز 8 أو 10، أو إنك تستخدم ويندوزات تانية زي ويندوز إكسبلورا سيرفس باك 3، أو إنك تظل تستخدم ويندوز 7 ولكن تبقى على حيطة وحذر. بالنسبة لتطبيق واتساب على هواتف الآيفون العاملة بنظام الأندرويد، فده هيتوقف على كثير من هذه الأنظمة في شهر فبراير 2020. ده وضحته أو أشارت إليه صحيفة الإندبندنت البريطانية، وقالت إن تطبيق واتساب بدأ من أول فبراير 2020 لا يعمل على ملايين الهواتف والتي تعمل بنظام الأندرويد وهواتف الآيفون. وفي وقت سابق تم إيقاف تطبيق واتساب على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز للأبد، طبعا نظام تشغيل ويندوز انتهى من زمان. أما عن القائمة الجديدة للهواتف التي ستخسر تطبيق واتساب من هواتف آيفون العاملة بالإصدار 8 وأيزو إلا في حالة تم تحديثها لنظام التشغيل الإصدار 9، وهي هواتف آيفون 4S وآيفون 5 و5C وآيفون 6 وآيفون 6 بلس. دي الهواتف اللي أصبحت لا تستطيع استخدام واتساب، منها قلنا إن هواتف 4S وآيفون 5 و5C وآيفون 6 وآيفون 6 بلس. أما عن هواتف آيفون 4 والإصدارات الأقدم طبعا سيتوقف عمل تطبيق الواتساب عليها تماما وللأبد. أما الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، من المقرر أن تتوقف خدمات الواتساب على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد الأقدم اللي هو 403 والمعروفة باسم آيس كريم ساندويتش، طبعا هيتوقف التطبيق واتساب عليها تماما. تحذير أيضا لمستخدم واتساب، الشركة أو معظم المواقع التقنية بتحذر أو من هجوم قراصنة على مستخدمي الواتساب اللي هو توقف عندهم، فيجي لك رسالة مشهورة جدا باستخدام علامة ماركة أحذية شهيرة، بيتم إرسال رابط للحصول على هدية قيمة بشرط الضغط عليها وإرسالها على 20 شخص من جهات اتصاله، وده طبعا بيبقى غير صحيح. وربما يجي لك رسائل في تحديث نظام التشغيل عندك واستطاعتك استخدام واتساب من بعض مواقع أو القراصنة، فطبعا تكون حذر في الضغط على هذه اللينكات ولا تضغط عليها، لأن النظام سوف يتوقف في فبراير عن الآيفونات 4S وآيفون 5 و5C وآيفون 6 وآيفون 6 بلس، ولن يعمل ده أساسا من الشركة المشغلة له. فنكون حذرين طبعا من هذه الرسائل حتى لا يتم قرصنة واختراق الأجهزة بتاعتنا. ده كان كل موضوع النهاردة على شرح زي التعليم، أردنا أن احنا نتوقف عندها ونشاركه مع مشتركينا على القناة ومن يشاهدنا لأول مرة حتى نكون حذرين ويكون عندنا معلومات، لأن طبعا الكمبيوترات والآيفونات والتليفونات شيء أساسي بالنسبة لنا جميعا، ولابد أن احنا نعرف ما هي الطريقة الأمثل وما هي المخاطر التي سوف تأتي عند استخدامنا أي نظام غير آمن. في النهاية بتمنى أن أكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة، وفي النهاية أيضا لا تبخل علينا لايك شير
ولا تنسى الاشتراك في قناة شرح زي التعليم، قناة الشروحات والتعليم في شتى المجالات. لا تبخل علينا بالضغط على لايك شير. والآن ألقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.